جهاز مكافحة الإرهاب بمساندة الشيخ الوالي، وتقدم أحد الضباط مقدما له مقدم لحركتي لأنه مذكرة اعتقال بحقي، لأن شقيق أحد العلواني فاجأهم بالرن بعديد من على المنزل، ومن ثم غادرت المتواجدين من في حماية منزل أحمد العلواني برن النار على قطعات الجيش فضلا عن جهاز. فمن ثم باشرت القوات الأمنية بعملية ذكية نوعية كما أشرنا سلفا إلى أن الجيش العراقي بجهاز مكافحة الإرهاب بطريقة نوعية من اقتحام البيت واعتقال أحمد العلواني مع قتل شقيق أحمد العلواني وقتل من كان معه، ومن ثم تم القبض على العديد من المطلوبين من الإرهابيين. نعم سامر، ما صحة الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض أيضا على شقيق علي الحاتم سليمان؟ عذرا زميلتي، أشرت إلى أنه شقيق علي شقيق أحمد العلواني هو علي العلواني قد فتح النار بأحادي أي البكتة على الخطورة. ترمت أوفي ترمت أوفي.